بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في 10 minutes lecture notes in basic neonatology. هنكمل سلسلة بدأناها أخيرا اللي هي سلسلة النيونيتال إيميجينج، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على نيكروتايزنج انتيروكولايتس إيميجينج. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر وأهلها الطيبين من كل مكروه وسوء. دايما اقول لكم عايزكم تبقى سعداء ومبسوطين زي ما الطفل ده سعيد كده وهبي، وان شاء الله مستقبل جميل ومشرق لكم جميعا ان شاء الله. انتروداكشن، انا تعرضت للموضوع الانتيروكولايتس في الكومبليكيشن اوف بريماتيوريتي في محاضرة البريماتيوريتي. فالنهاردة احنا بناخد الموضوع من زاوية الايميجينج والحاجات الابلايد علشان نستفيد مع بعض وتستفيدوا ان شاء الله باللقاء القصير ان شاء الله. نيكروتايزنج انتيروكولايتس is an ischemic and inflammatory necrosis of the bowel primarily affecting premature neonates after the initiation of enteral feeding. الكلينيكال برزنتيشن، the early clinical presentation may include feeding intolerance, increased gastric residual and blood in stools. في specific abdominal signs include abdominal distension, tenderness, abdominal skin discoloration and the bilious drainage from the nasogastric tube. Systemic symptoms are non-specific similar to those of neonatal sepsis. في اللي هو البيلز ستيجنج كريتيريا، المودفايد بيلز ستيجنج كريتيريا دي بتعتمد على الكلينيكال والراديولوجيكال برزنتيشن. احنا هنجيب الفوتوغرافس والاكس راي والابدومينال سونار. ده واضح ان الابدومين هنا ماركيدلي ديستندد، ماشي، وفيه ديسكالريشن موجود على الابدومين، ربما يكون فيه زي ماسس هنا كده او دي ربما تكون اسايتس. برضو صورة تانية لحالة NEC necrotizing enterocolitis. في specific abdominal signs، في abdominal distension، واضح ان abdominal distension هنا واضح اوي، تنظر طبعا بالاكزام. وعندنا هنا الابدومينال سكين ديسكلاريشن واضح هنا قدامنا، ماشي. اوكي، تعال نشوف الاكس راي فايندينج ان ديفرنت ستيجز اوف ان اي سي. انا عايز نبقى يعني ناخد الموضوع ده ابلايد، وموضوع مهم جدا لان من اكتر الحاجات اللي هي السيرجيكال بروبلمز اللي ممكن تواجهنا في النيكيو حاله الان اي سي. في الاكس راي فايندينج ان ديفرنت ستيجز اوف ان اي سي، في التلاته ستيج كل ستيج ممكن نلاقي فيها اكس راي فايندينج خاصه بيها او يعني ممكن تساعدنا في الستيجنج سيستم. في الستيج 1 اللي هي سسبكت ان اي سي، الابدومينال راديوجراف مي بي نورمال اور شو دايليشن اوف ذا باول لوبس كونسيستنس اوف مايلد ايرياس. في الستيج 2 اللي هي البروفن نيكروتازنج انتيروكولايتس، هنلاقي فيه نيوماتوز انتستانالز، ودي من الحاجات الباثوجنومونيك لل NEC او with or without portal venous gas، ودي هنشوفها ان شاء الله سواء في السونار او في الاكس راي. الستيج 3 اللي هو الادفانسنج نيكروتازنج انتيروكولايتس، هيبقى معانا الهول مارك هنا في الـ في الراديولوجيكال مارك هي نيومبورتينيا. تعال نشوف بقى نشوف الاكس راي. ده اكس راي هنا، ده هنا يبقى فيه اللي هو نيوماتوزس اللي هو الانتراميورال اير في الانتستينال وول اهو، اير اهو اهو اير ماشي في الانتستينال وول، ماشي يا شباب اهو، ده اير اهو اير في الانتستينال وول، تمام. طبعا احنا عارفين ان الاير في الاكس راي بيظهر اسود لان الاير في الابدومينال الترا ساوند هنلاقيه لونه ابيض. تعالوا نشوف هنا الاكس راي دي هنشوف فيها ايه او بنركز على ايه. ده هنا ده بورتال فينوس جاز، ده الليفر، وهنا الديستريبيوشن اوف بورتال فين، هنا بورتال فينوس جاز ماشي. وهنا السهم الثاني ده بيورينا اللي هي اليوماتوزس اهي، ادي اليومن اهو اللي هو هيبقى لونه ابيض، اللي في وسطيه ده اللون الاسود ده انتراليومينال جاز اللي بيسموها نيوماتوز انتستينالز.
وهنا هيبقى فيه اللي هو بيسموه وايد سبريد صوب بابلز موجودة هنا. خلينا احنا الحاجات اللي هي البسجنومونيك اللي هي النيوماتوز انتستينال وال البورتر فينوس جاز. بس البورتر فينوس جاز لها شرط يعني ناخد بالنا منها، لانه ممكن في حاجات تانية تعمل ممكن في حاجات تانية تعمل البورتر فينوس جاز، زي الامبليكال فينوس جاز او لو في سكيميا في البول. لو انا عملت العيان راديوجراف ولقيت فيه نيوماتوز انتستينالز هنعمل ايه؟ هنعمل له اكس راي كل 6 ل 8 ساعات. ليه؟ لا يعني لو لقيت عندي العيان نيوماتوز انتستينالز او بلاد فينوس جاز احنا هنعمل له كل 6 ل 8 ساعات نعمل له اكس راي، علشان العيان ده غالبا هيدخل في نيومو بروتونيوم في خلال من 48 ل 72 ساعة. هنا برضو هنا عندنا اكس راي، هنا اهي الاكس راي في هنا بورتال فينوس جاز هنا ماشي، البورتال فينوس جاز اهو ماشي واضح هنا ماشي يا شباب. ده ممكن بقى يكون سببه، ممكن يكون ان اي سي، وممكن يكون سببه امبيليكال كاس اياتروجينيك او انتستينال انفاركشن نتيجه ميزنتريك فيزل اوكلوجن. في حاجه اسمها فوتبول ساين، يعني في ساينس كتيره بس احنا يعني مهم قوي عندنا اللي هو النيوماتوز انتستينالز وعندنا البورتال فينوس جاز ولو لقينا الاير اندر ديفراجم ماشي. في الفوتبول ساين وفي ريجولار ساين. الفوتبول ساين ديت زي احنا نشوفها احسن من الوصف لها. الفوتبول ساين نتيجة النيوم بروتينيا او نيوم بروتينيا نيوم بروتينيا او اير 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 او اير اندر ديفراجم هنا او اير اير. فالاير بيعمل بيخلي الابدومن شكله ما طبعا مع الفيرتبرال كولوم هنا زي الفوتبول كره كره القدم الامريكان او الاسباني ماشي، فبيسموها فوتبول ساين. يبقى انا عندي هنا يبقى انا قلت نركز في 3 ساينس مهمين قوي اللي هو الاير الفري اير والانتروميورال اير اللي هي النيوماتوز انتستينالز والبورتال فينوس جاز. يعني هنا يمكن عندي هنا في اير اندر ديفرام وفي هنا اير برضو عامل تراينجل اندر ديفر اهو. وهنا بقى حاجه اسمها ريجولار ساين. يبقى احنا في الفوتبول ساين وفي ريجولار ساين. ريجولار ساين ايه؟ الريجولار ساين هيبقى العيان عنده اير انسايد ذا لومن واير اوتسايد ذا لومن. زي ما انا لو احنا ركزنا هنا كده هنشوف ادي اليومن اهو اهو في اير هنا وفي اير هنا، اير هنا واير هنا، اير انسايد واير اوتسايد ذا لومن ماشي. بيسموها ريجولار ساين. ربما ما تكونش واضحه قوي، ربما الناس ما تركزش فيها قوي، انما انا عندي 3 ساينس واضحين قوي اللي هو النيوماتوز انتستينالز وعندنا اللي هو البورتال فينوس جاز وعندنا الاير اندر ديفرام. الريجولار ساين بيسموها دبل وول ساين از ا ساين اوف نيوروتونيوم سين ان ذا ابدومينال راديوجراف وين جاز از اوتلايننج بوث سايدز اوف ذا باول وول، جاز وزين ذا باول ليومن اند جاز وزين ذا بروتونيال كافيتي لو في لارج اماونت اوف نيوروتونيوم اكتر من 1000 مللتر. هنا نشوف بقى هنا ادي اير ياو الاير لما العيان خد بوزيشن معين في الايمجينج احنا هنا شايفين الاير اباف ذا ليفر. اوكي يا شباب. فري انترا بروتونيال جاز وان ذا بيبي از بليسد اون ذا رايت سايد اب. نشوف بقى بعد كده. يبقى احنا قلنا ده الاكس راي فايندينج وشفناهم وشفنا معنى الاكس راي فايندينج. نشوف الالترا ساوند فايندينج. الالترا ساوند الحقيقه بقت من الحاجات اللي هي اللي يعني بقت مهمه جدا في الدياجنوز اوف ان اي سي، وخصوصا ان احنا ممكن كبيدياتريشن اللي هو نستخدم البوينت اوف كير الترا ساوند. الالترا ساوند كان ديتكت انترميولر انتستينال جاز اللي هي بيسموها نيوماتوز انتستينالس اند انترميتنت جاز بابلز ان ذا ليفر برينكما اند ذا بورتال فينوس سيستم ان اديشن فوكال فلويد كولكشنز باول وول سيكنس اند باول موتوليتي كان بي فيو ان ريال تايم. ممكن نشوف ده كله ان شاء الله. ممكن الكالر دوبلر يورينا في اسكيميا ولا مفيش اسكيميا ويساعدنا في الدياجنوز. هنا الباول وول في سيكنس في الباول وول هنا ماشي،
طبعا الباول وول بالالترا ساوند بتبقى خمسة، الباول وول كلها 5 ليرز، فواضح ان في هنا سيكنس في الباول وول. هنا زي ما قلنا الاير بيظهر في الالترا ساوند لونه ابيض عكس الاكس راي بيبقى لونه اسود، فعندنا هنا ديستريبيوشن اوف اير في البورتال فين. ماشي، ده في اير ان ذا ليفر، اما لقى اير ان ذا ليفر يبقى بورتال فينوس جاز، يبقى حاجه من 3 زي ما قلنا مع بعض، ممكن تبقى من الكاس او ممكن تبقى اسكيميا من نتيجه اوكلوجن اوف ميزنتريك بلاد فيزلز او ارتري، او تكون ان اي سي. نشوف بقى كده فيديو مع بعض، احنا شايفين اهو ده الابيض ده بورتال فينوس جاز، باسوجنومونيك ممكن نقول عليه باسوجنومونيك. لو انا ما عنديش، تعالى بقى هنا واحد هنا بقى دي مهمه قوي، ده اللي هي نيماتوز انتستينالز، ده هنا الابيض ده جاز في اليومن او جاز في الول الجات وول، بنعمل كومبريشن. لو عملنا ده طبعا لينير بروب وعاملين كومبريشن، لو عملنا كومبريشن والجاز ده حصل له ديسبليسمنت، يبقى لو حصل ديسبليسمنت للجاز ده يبقى الجاز ده مش انترا ليومينال، انما لو ما حصلوش ديسبليسمنت يبقى الجاز ده انترا ليومينال، يبقى اللي هي النيوماتوز انتستينال. ففي طبعا باول وول دايليشن هنا، باول دايليتيشن هنا، ممكن نشوف ايه تاني برضو. الموتيلتي بقى، الموتيلتي هنا اللي هي ال البريستالسيس هنا قليله خالص، في طبعا دايليتيشن. ماشي، هنا الفيو ده يمكن الفاسكولاريتي هنا قليله، اللي هو الدوبلر لما بيستخدم في الحاله دي. شوف ممكن صوره تانيه برضو توضحنا بعض، او فيديو تاني بقى بعد الصور. هنا سيكند وول هنا، وهنا ثين وول، لانه ممكن يحصل سيكنينج ده ايه. في النهايه بشكركم واتمنى لكم التوفيق، وربنا يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.